الخير مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج كيف الحال. بداية أسبوع موفقة نتمنوها لكم. واليوم غادي نتكلموا على موضوع الثقة مع الدكتورة أمل شباش الأخصائية في المشاكل النفسية والزوجية. صباح الخير دكتورة. صباح الخير عزيزة. وغادي نستقبلوا كذلك مكالماتكم على رقم 05 22 34 62 34 باش تطرحوا الأسئلة للدكتورة سواء في هذا الموضوع أو مواضيع أخرى. مرحبا دكتورة. ملي كنتكلموا على الثقة، يعني أون جينيرال الثقة في النفس والثقه في الناس، واش الثقه تنتولدوا بها حنا؟ يعني تنكونوا دائما تنثقوا حتى كتوقع شي حاجه عاد كنفقدوا ديك الثقه، ولا يعني كيفاش هي دابا فاش كنكونوا عاد مازال صغيورين؟ يعني الطفل الصغير راه غيثق في كل شيء، غيثق في والديه، غيثق في هذا، يعني في الاول راه عادي. ولكن كاين جوج الحوايج اللي مهمين في تاسيس الثقه في النفس. عندك التربيه وعندك كيفاش تلقينا ديك العنايه من والدينا، الحب ديالهم، كيفاش تقوا فينا، كيفاش تقوا فينا، تقوا في القدرات ديالنا، كيفاش عطاونا الحب ديالهم، كيفاش عطاونا واحد الصوره باننا نقدروا نمشيو بعيد في الحياه. نعم. دونك يعني التجارب ملي كتكلمي على التربيه، يعني كيفاش خصنا نتعاملوا مع وليداتنا باش هذيك الثقه نربيوها فيهم، ما يكونوش من الناس اللي هما حذرين من كل شيء، لانه الثقه راها مزيانه. نعم. لواحد الحد معين، عاوتاني الواحد ما يكونش كيف ما تنقولوا حنا نيه بزاف. الوغ يكون يعني ديك الثقه تكون معقوله، كيفاش نربيوها في وليداتنا؟ شتي عندنا في المجتمعات المغاربيه ديالنا ومجتمع، يعني نقدروا نقولوا في المجتمع ديالنا، عندنا واحد المشكل كبير. اما كنفشوا ولادنا بلا قياس، اما كنقمعوهم بلا قياس. يعني انا ما غنعممش، ما غنقولش كل شيء، ولكن بزاف الناس كيديروا اكثريه هذا الشيء. دونك خصنا نحضيو بزاف، خصنا نبغيو وليداتنا، نعطيوهم الحب، نبينوه لهم. كيفاش نعلموهم يثقوا في راسهم؟ ثلاثه الحوايج محتاجين اي طفل محتاج. الحب بلا شروط. يعني شنو هو الحب بلا شروط؟ يعني ماشي غنعطيه ونخليه يدير اي حاجه. لا، نبغي ولدي ولا بنتي كيف ما هي، ولكن الاعمال ديالها نقدر، ولا الاعمال ديالو نقدر ما نكونش متفقه عليهم. نعم. دونك خصني ندير ليه الحدود. هذا هو، ما خصنيش نعطيه كل شيء، هذا هو خصني ما نفشوش. نعم. الحوايج اللي معقوله نديروها، نديروا الحدود كيف ما قلتي، ولكن يعني كنبغيك حيت كنحبك، عليها كنعطيك داك الشيء، كندير لك الحدود. المساله الثانيه هي خصني نثق في القدرات ديال الطفل ديالي ولا ديال ولدي ولا ديال بنتي. يعني بغى يلعب فوق البشكليطه نخليه، ماشي نقول له ناري عندك طيح، ناري هذا، لا طاح نوض نجري. الطفل طاح، انا كأم ولا كأب نشوفه ما عنده والو، نخليه يوقف على رجليه. لا مشيت انا نهزو، يعني حياته كله غادي يعتمد عليا، خصني انا نهزو. فوالا، واخا يدير 40 عام خصني انا نهزو كأم ولا كأب. خصو ديما شي واحد على من يتاكل. وي، حيت ولفتو، حيت علمتو هكذا، بحال هكذا. الوغ حاجه ثالثه قبل ما ناخذ المكالمه، الحاجه الثالثه هي الامان. اي طفل محتاج يشوف باه ومو كيبغيو بعضياتهم، تيقين في بعضياتهم، وكيعرف بانه يقدر يعول عليهم. دونك الامان هي يكون الامان داخل الحياه الاسريه، اسريه في الاسره. غادي ناخذ الان مكالمه من ترودة. انت معنا لمياء. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لمياء مرحبا بك. بارك الله فيك، نشكركم بزاف على هذا البرنامج. كنت متابعين وكنخدم الوقت اللي نشوفكم. مرحبا بك لمياء، مرحبا. الوغ السؤال ديالك الدكتورة أمل شباش، تفضلي. بغيت نسول الدكتورة، كيجي في الحياة بعض العلاقات اللي كنفقدوا الثقة في الناس ديالنا. علاش؟ يعني من قوة المشاكل والصعوبات وهذا، واحد الوقت كتلقاي راسك ضعيفة شوية. كيفاش نعاودو نسترجعو هاد الثقة بالنفس؟ نعم. يعني فيما كتقدريش توصلي الغرض ديالك ولا الهدف ديالك، كتحسي براسك ما تيقاش في راسك؟ نعم، كتحسي براسك ضعيفة، وقوات عليك الدنيا بزاف، والمشاكل ديالها والاحتياجات ديالها. كيفاش نقوي ديك الثقة أكثر؟ نفسنا هكذا. شكرا لك بزاف لمياء على السؤال ديالك. والسؤال بارك الله فيك. والسؤال ديال لمياء اكيد يعني عدد كبير من المشاهدين واللي تيطرحوا على نفسهم. فعلا هادشي اللي قالت لمياء كلنا مرينا به، كتجي منه، تتجي واحد الفتره اللي صافي كنحطوا فيها الحمل، ما تنبقاوش تايقين، ما تنبقاوش عارفين واش حنا غاديين في المسار الصحيح ولا ماشي في المسار الصحيح. كيفاش نعاودوا نقويوا هذيك الثقه في نفسنا؟ هو سؤال وجيه، وبزاف الناس عايشين هاد التجربه. كلنا بينا حنا يعني نوجبد عادي جدا، ولكن هذاك الثقه الواحد فين ما كيوصلش لواحد الهدف، يعني فين ما كينجحش، نعم، خصو ياخذ درس.
من هذا الهدف، ماشي يقول مع راسه لا انا صافي ما غنوصلش ونحط الحمل وصافي ونلعب الدور ديال الضحيه. لا، الحياه هي تحديات، الحياه هي خصني نزيد القدام نتعلم، ماشي حيت ما نجحتش مره ما غنجحش مره ثانيه. احنا النظره ديالنا حنا بحال الاخفاق مثلا، الفشل في واحد المساله النظره ديالنا في ليها، لان كاين بعض الناس اللي كيفشل في شي حاجه صافي بالنسبه له راه نهايه العالم، راه ما كاينش موراها شي حاجه. دونك كيف ما قلتي انت، نتعلموا منها، ناخذوا منها درس، نديروها حافز لحاجه اخرى، ونعاودوا 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 تنوصلوا للهدف ديالنا. يعني خصنا نكون عندنا واحد الهدف نوجدوا ليه، نعرفوا كيفاش نصوبوا يعني الطريق لهذا الهدف. وما نحطش الحمل دغيا. لا بيرسيفيرونس، يعني النجاح شنو هو النجاح؟ النجاح هي في يكون عندي هدف قبلت عيني ونخدم ليه يوميا، ونعرف بان راه حنا الحمد لله مسلمين، عندنا واحد الطاقة كبيرة، عندنا واحد القدرات كبيرة، خصنا نعرفوا كيفاش ننميوها ونعرفوها. ما نشوفوش غير نص ديال الكاس اللي خاوي، نشوفوا اللي عامر. دابا راه كلشي عارف هذه الكلمة، ولكن خصنا نطبقوها. دونك نعرف بانني غنوصل وما نحطش الحمل بالتدريج بشويه بشويه، حتى حاجه ما كتجي بخطره وحده. غير هي مساله الثقه، مثلا الانسان اللي تفقد الثقه في نفسه ياك، طبعا هذه المساله هذه كتشكل لها عائق في حياته، ما يقدرش يزيد القدام دائما، ما يعني ما عارفش واش الخطوه اللي غادي يدير غادي ينجح فيها ولا ما غاديش ينجح. الانسان اللي ما كيثقش في نفسه ما كيثقش حتى في الناس اللي معاه. لا، اي حاجه كنحسوا بها كنشوفوها في الاخرين. اي حاجه اللي حنا لداخل فينا عندنا اون لا بروجيت. كيف شنو التاثير ديال واحد ديال يعني انعدام ثقه على النفس في النفس على الحياه مثلا الزوجيه او الحياه الحميميه كذلك؟ بزاف الحوايج. الانسان اللي ما تيقش في راسو يعني ما كيبغيش راسو، كيقول مع راسو انا ما بين الازواج مثلا، بين الازواج ما تيقش في راسو، يقدر يكون كيغير، يقدر دائما كيطيح بالاخر، دائما يعايرو، يعني المراه ولا الراجل دائما تشكك في الهضره ديالو، دائما كيحاول يلقى ديك الثقه في النفس في الاخرين. كيفاش كيلقاها في الاخرين؟ باش كيطيح منهم، حيت لا طيح منهم هو غيحس براسو ولا هي غتحس براسها مهمة. وهذا غلط، حيت الإنسان اللي طيق فراسو بالعكس غيبغي الآخرين حتى هما يوصلوا. دونك غيقدر يكون واحد الإنسان بناء في المجتمع. وغادي نكملوا مع المكالمة ديال المشاهدين. دكتورة أمال، غادي ناخذوا دابا مكالمة واحدة أخرى من مدينة من وطات الحاج، معنا سي محمد. ألو. ألو، صباح الخير أسيدي. أخت عزيزة، وخير دكتورة أمال. مرحبا، صباح النور. على تفضل، شنو هو السؤال ديالك؟ والله انا نستعرف من النجاح. بارك الله فيك سي محمد، بارك الله فيك. السؤال تاعي على الثقه في النفس. نعم، بغيت نسول الدكتوره اذا كان الثقه في النفس، انا نثق في نفسي والغير ايضا يثق في نفسه، واش كاين مجال لانشاء علاقه وبالاخص اذا كانت عاطفيه؟ نعم نعم. يعني سي محمد، انت يا مجوج دابا؟ انا عاد فاطمه، ولكن كان نحس بان قلة الثقه او الثقه الزائده في النفس هي اللي غادي تحطم لي هذا. يعني ما كتخليش يبني علاقات هكذا مع الناس ياك سي محمد. يعني سي محمد، بغيتي تقول لي بانك خايف تدخل العلاقه الزوجيه، خايف من الزواج؟ لا، ماشي خايف من الزواج. خايف حيت لقيت مع الزريه هي عندها ثقه في النفس كبيره. نعم، انا عندي ثقه في نفسي، كيبقى واحد التجاذبات بيناتنا، واحد يعني هي ثقه في راسها بلا قياس. بزاف. اعطيني مثال، اعطيني سي محمد، اعطيني مثال عافاك باش نفهم هذه القضيه. يعني كيفاش ثقه في راسها بلا قياس؟ كتحاول تلوي لي دراعي في شي مسائل. وانا عاوتاني كنبغي ثاني نفرض الراي نتاعي، وكنحاول ندير نفس هذا، وكنبقاو دائما في ذاك الدائره. كيتشدوا، يعني انت ما كتبغيش تنازل وهي ما كتبغيش تنازل، وصافي كيتخلق مشكل. مازال مخطوبين ياك سي محمد؟ مازال مخطوبين؟ مازال ما دخلتوش العلاقه الزوجيه. نعم. شكرا لك على السؤال ديالك، غادي نحاولوا نجاوبوا عليه مع دكتوره امال شباش. واكيد يعني كل المكالمات اللي كنتلقاو دكتور تنلقاو بزاف ناس تعيشوا تقريبا هكذا نفس الحاله. دونك حنا شفنا الثقه زايده في النفس، ما تكلمناش عليها فعلا، ولكن ملي كتكون زايده يعني هكذا اكثر من اللازم كتخلق مشكل ربما مع غندير واحد تصحيح. تفضلي. حيت الانسان اللي كيبغي يكونترولي الاخر، اللي كيبغي يتحكم في الاخر، ما تايقش في راسه. تا
هو مي بيان سور. دونك هذا الشيء اللي شرح لنا السي محمد ماشي زياده في الثقه. نو اللي تيق في راسو هو اللي غيقول الفكره ديالو، عارف الفكره ديالو، غيتقبل الفكره ديال الاخر ونقدروا نتحاوروا. هذه هي العلاقه اللي هي ناضجه. اما الانسان اللي كيبغي يفرض بزز نفسه ولا كيبغي يدير ابتزاز، قالت له قال لنا كتلويلو دراعه يعني فوالا. دونك هي ما تيقاش في نفسها، كتحاول تسيطر عليه. دونك هي خايفه عندك تفقده، ولا هي من الداخل كتحس براسها ماشي قويه، كتبين ديك القوه. شوف اي حاجه كنبينوها في الخارج ديالنا ما عندناش في الداخل ديالنا. نطرح عليك سؤال عزيزه، واش السطل اللي خاوي كيقرقب ياك كيقرقب؟ كيقرقب اكثر من اللي عامر. اللي عامر ما كيقرقبش. دوك اللي عنده شي حاجه لداخل وتيق براسو وكيعرف يفرض ذاته وما عنده ما يبين فعلا. ما عندي من هذا. دوك غنعرف كيفاش نتعامل بحنان بحب بثقه في نفسي وفي الاخر. دونك حنا خدينا معاك تقريبا هكذا كل معلومات وكيفاش نرجعوا الثقه في النفس. يعني مساله سهله هي، ماشي صعيبه امل، ما تحتاجش اخصائي ربما ياك. تقدر تقدر في بعض الاحيان. كاينين الناس اللي ما كيتيقوش في نفسهم، ما يقدروش يخرجوا للشارع، كتولي فوبيا، ما يقدروش، كيقول لك كتولي فوبيا. نعم. كتقدر تاثر لهم على حياتهم، على قرارات ديال حياتهم. كاين هنا تحتاجوا الاخصائي. يعني الا كانت غير انعدام الثقه في النفس اللي هو عادي، فممكن نعالجوها هكذا بتطوير الذات. نعم. مشاهده برنامج كيف الحال يشاهدوا. مرحبا دكتور امل شبش، تنشكرك بزاف على هذه المعلومات هذه كامله. غادي نتلاقاوكم غدا ان شاء الله مشاهدينا مع حلقه جديده رفقه الدكتور عبد الهادي القاسمي. نتواصلوا معكم دائما على المعلومات المبينه على الشاشه. الى اللقاء.